جد لإلنا جاء مؤذنا من بلاد الحجاز قبل أكثر من 500 عام يعني. فجاء مؤذن ورفع الأذان في المسجد الأقصى المبارك، ومن ذاك الوقت إلى الآن تحمل هذه العائلة إرث رفع الأذان جيلا بعد جيل إلى يومنا الحاضر. طبعا أول يوم أنا طلبت فيه الأذان من والدي كانت الأجواء باردة وهناك ثلج، يعني خوفا من أن يسمعني أحد، لأن الأقصى له رهبة، يعني المسجد الأقصى له رهبة وله هيبة، يعني ليس بالسهل أن تقف وتقرأ وترفع الأذان، له رهبة وهيبة. فكانت الأجواء يعني باردة جدا، فرفعت الأذان وسمعني المسؤول مدير الأوقاف، قال لوالدي: من هذا؟ قال له: ابني. قال له: صوته جميل ولكنه صغير.